بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة ممثلو منظمة الأمم المتحدة، السيدات والسادة الوزراء المكلفين بالشباب، السيدات والسادة الشباب الممثل لنظرائه من كل بقاع العالم، السيدات والسادة الحضور، أولا أشكر القائمين على تنظيم هذا الحدث كونه سيوفر منصة جامعة للشباب المشارك يناقش فيها صياغة السياسات العالمية المتعلقة به وبمستقبله. وبمناسبة تنظيم منتدى الشباب من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، يسعدني أن أشاطركم تجربة بلادي في فعاليات هذا الحدث الدولي الخاص بالشباب لا سيما المرأة. وبهذا الخصوص تكفل الجزائر لجميع أطفالها وشبابها حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، كما تزخر بترسانة قانونية موجهة أساسا لخدمة الشباب. وبالفعل فإن برنامج السيد رئيس الجمهورية لم يقتصر على تخصيص محور لفئة الشباب، بل تم تضمينهم ضمن العديد من المحاور كمستفيدين وفاعلين، وقد حظي شبابنا بإقرار إنشاء مجلس أعلى للشباب في القانون الأسمى للبلاد باعتباره هيئة دستورية ذات طابع استشاري لدى السيد رئيس الجمهورية. وتولي الدولة الجزائرية أهمية خاصة للشباب من أصحاب المواهب الذين يحظون بدعم ومساعدة جميع الهيئات العمومية بما فيها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عبر مديرية حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن اتجاه الشباب بما فيها الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والتكوين والمرافقة ضمن مختلف التراتب التي تمت يمكنهم من تحقيق هذا الاندماج الفعلي. وفي هذا الإطار تستفيد النساء خاصة بنسبة 64% من مجموع مستفيدي القروض المصغرة ضمن جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وما يفوق 42 ألف مستفيدة ضمن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية من أجل الدعم بالمقاولتية الشبابية. وبالنظر لوعي بلادنا بالمقتضيات الدولية الراهنة لا سيما الاقتصادية منها والتي جعلت من البطالة ظاهرة عالمية، أقر السيد رئيس الجمهورية مطلع سنة 2022 منحة خاصة بالبطالة يستفيد منها الشباب الذين لم تسمح لهم فرصة الحصول على منصب شغل، وهذا في إطار استراتيجية وطنية لتوفير مصدر دخل لهم يحقق استقلاليتهم المادية. وفي الختام نؤكد حرص الجزائر الدائم على تجسيد التزاماتها الدولية وتفعيل أسس التعاون مع نظيراتها وجميع المنظمات الدولية والإقليمية، يقينا منا بضرورة توحيد الجهود لضمان مستقبل لشبابنا في ظل تجسيد أهداف التنمية المستدامة. أشكركم على كرم الإصغاء.